أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. صدور قرار رئيس الوزراء بحصر شراء وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية. طيران التحالف يستهدف مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في صنعاء ويعلن مقتل 243 من عناصر ميليشيا الحوثي في مأرب. القوات المشتركة تحقق تقدم ميداني بمديرية مقبنة غرب تعز وتسيطر على جبل منارة وعدد من السلاسل الجبلية. من العناوين إلى التفاصيل حياكم الله. أصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قراراً رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية. وقضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية شركة النفط اليمنية وفقاً لقرار إنشائها. وقضت المادة الثانية بقيام شركة النفط اليمنية شركة توزيع المنتجات النفطية بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقا للآلية المقررة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة، ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة. كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف شركة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار، وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي تأثر سلبي على سعر العملة الوطنية. ووفقا للآلية المقررة، وقضت المادتان الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار والعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ناقش تفعيل دور دوائر الشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية. وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل مدراء الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة وسبل معالجاتها، بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتطويره لتحقيق الأهداف المرجوة. وفي الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية، أكد الوزير عرمان على التبعية القانونية للدوائر بالوزارة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 96 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 2013، مشددا على المدراء ضرورة التمثيل القانوني الصحيح للدولة وإلزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قضايا الدولة وترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد. وأشار الوزير عرمان إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالعقود التي ترهق الدولة، مشدداً على ضرورة الإشراف على كافة التصرفات التي تترتب عليها آثار قانونية بحقوق وأموال الدولة وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور محمد سعيد الزعوري مع السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ التعاون والتنسيق في عدد من المجالات. وتطرق الوزير الزعوري خلال اللقاء إلى مناقشة تفعيل البرامج والمشاريع في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية ودعم برامج المرأة والطفل ومجالات التدريب والتأهيل، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم مصفوفة كاملة بالبرامج والمشاريع التي يتم التعاون فيها بين الجانبين. وقدم وزير الشؤون القانونية الاجتماعية والعمل عرضا موجزا عن مستجدات الأوضاع في اليمن، وناقش استمرار الدعم الصيني لبلادنا في المجال الإغاثي والإنساني.
مؤكداً أن الحكومة ستقوم بتقديم كل الدعم والتسهيلات لكافة المانحين في تنفيذ برامجهم ومشاريعهم في اليمن. وثمن جهود جمهورية الصين الشعبية في دعم الحكومة والشعب اليمني، مؤكداً أن ذلك يأتي في متانة العلاقات التي تربط الشعبين منذ القدم. من جانبه، أكد السفير الصيني لدى بلادنا استمرار دعم بلاده للحكومة وللشعب اليمني في كافة المجالات، وأن الحكومة الصينية تولي اليمن اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى متانة العلاقات التي تربط الشعبين الصديقين. بحضور واسع لممثلي المنظمات والهيئات الدولية والمانحة العامة في بلادنا، استعرضت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن، استعرضت نتائج المسح الميداني متعدد القطاعات للنازحين في اليمن للعام 2021 الذي تنفذه الوحدة التنفيذية، وتضمنت مجمل احتياجات مخيمات النزوح في المحافظات المحررة، شملت الخدمات التعليمية والصحية الإيوائية ومتطلبات المجتمع المضيف. التفاصيل في سياق التقرير التالي. استعراض نتائج المسح الميداني متعدد القطاعات للنازحين في اليمن للعام 2021 الذي نفذته الوحدة التنفيذية وما تضمنته من احتياجات شملت الخدمات التعليمية والصحية والإيوائية، والتي عرضت في فعالية شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بحضور واسع لممثلي المنظمات والهيئات الدولية والمانحة العاملة في بلادنا. الفعالية التي حضرها وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومحافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر ووكيل الإدارة المحلية عوض مشبح، ألقى خلالها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان كلمة أمام الحاضرين، أكد فيها إلى ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية الداعمة، بالإضافة إلى ما يواجهه العمل الإنساني في اليمن، ومنها الاستهداف المتعمد للميليشيات الحوثية لمخيمات النازحين بالصواريخ البالستية دون مراعاة للأعراف والقوانين الإنسانية. في مواجهة أزمة النازحين التي تشكل ضغط متزايد على جهود الحكومة لمواجهة هذه الحالة، وتعمل على تطوير خطة للاستجابة الإنسانية للعام القادم بالتعاون مع بقية المنظمات الدولية. حاضرين جميعا، لا شك أن الأزمة تزداد كل يوم بعد يوم مع استمرار الحرب في اليمن، وتستمر الهجمات الحوثية وبشكل مستمر على كثير من المخيمات. حافظت مأرب بخمسة صواريخ بالستية أدى إلى إخلاء ثلاثة مخيمات بالكامل. ولا يسعنا هنا إلا أن نستغرب حقيقة صمت وغض الطرف من قبل كثير من المنظمات الدولية خصوصا عن هذه الجرائم. أهمية المسح متعدد القطاعات وتمكين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والدولية من تحديد الاحتياجات لضمان التدخلات المطلوبة، بالإضافة إلى الحرص على إشراك النازحين في رسم سياسة الاستجابة الإنسانية حسب الأولويات الملحة ومراعاة العرف المحلي والسلم المجتمعي، هو ما تضمنته كلمتي وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن، ومن خلال القائم بأعمال مديرها أكدت التزامها بالعمل مع الوحدة التنفيذية ودعم الجانب الحكومي، مثمنة الدور الحكومي الذي يقدم التسهيلات اللازمة لضمان الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بهدف تلبية احتياجاتهم الإنسانية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقف مع الوحدة التنفيذية في اليمن لتنفيذ ولايتها. الأهداف الرئيسية الثلاثة التي حددتها الحكومة في تفويض الوحدة التنفيذية والتي أقرها مجلس الوزراء في يونيو 2013: اليمن هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي قامت بتكييف وتنفيذ سياسة النازحين داخليا. استعراض التقرير بشكل مفصل وما تضمنه من أرقام جمعتها فرق المسح حول عملها الميداني عرضت أمام الحاضرين، ليختتم هذا الحفل بأغنية مؤثرة أداها طفلين شقيقين تلخص معاناة النازحين والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها آلاف الأسر اليمنية بسبب الحرب، نالت استحسان الحاضرين. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي،
العاصمة عدن. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية صادر في 20 ديسمبر الجاري حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و226,600 طلقة ذخيرة من سفينة صيد منشأها إيران، كانت على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن. وأكد المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان صحفي أن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على الكيفية التي يعمل بها النشاط الإيراني على إطالة أمد الحرب في اليمن. وأشار إلى أن دعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفين دبلوماسيين ومواطنين وكذلك شركائنا في المنطقة وأماكن أخرى، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بالتصدي لهذا التهديد الإيراني. ولفت نيد برايس إلى أن التدفق غير المشروع للأسلحة إلى اليمن يسمح بهجوم الحوثيين الوحشي على مأرب ويزيد من معاناة المدنيين. على صعيد آخر، سلمت البحرية الأمريكية خفر السواحل اليمنية 5 أشخاص ضبطتهم في بحر العرب على متن سفينة تحمل أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. وقالت مصادر إعلامية إن مصلحة خفر السواحل في محافظة المهرة تسلمت من البحرية الأمريكية 5 بحارة يمنيين، وكان الأسطول الخامس الأمريكي قد صادر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين في بحر العرب. في الأخبار الميدانية، أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف 9 مخازن للأسلحة بإحدى معسكرات ميليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء. وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي نقلت أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات بصنعاء أثناء مهلة التحالف، وأكد التحالف تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها، موضحا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفي وقت سابق شن التحالف العربي 3 غارات جوية استهدفت معسكر تموين والتشريفات في شارع الزبيري وسط صنعاء، وتصاعدت النيران من موقع القصف. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مقتل 243 من الحوثيين خلال عمليات جديدة في محافظة مأرب. أفاد التحالف في بيان له بتنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة الماضية. ولفت إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية والقضاء على 243 عنصرا إرهابيا. تلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران هزيمة ساحقة في محافظة مأرب. وأفاد مصدر عسكري ميداني بإعطاب طقمين تابعين لميليشيا الحوثي الإيرانية بقصف مدفعي للجيش الوطني والقبائل جنوب مأرب، وسقط من كانوا على متنهما بين قتيل وجريح. وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني أحرقت دبابة وطقما تابعين للميليشيا الحوثي الإيرانية بجبهة الكسارة غرب مأرب، كما تم تدمير 4 أطقم و3 عربات مدرعة تابعة للميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية بغارات لطيران التحالف العربي ومصرع جميع من كانوا على متنها. أعلنت القوات المشتركة تحقيق تقدم ميداني بمديرية مقبنة غرب تعز عقب معارك ضد ميليشيا الحوثية الانقلابية، وسيطرت على جبل منارة وسلسلة وسلاسل جبلية بمديرية مقبنة على إثر هجوم عنيف على مواقع تمركز الحوثيين. قال مصدر عسكري إن القوات المشتركة سيطرت على سلاسل جبلية في وادي الأثاب باتجاه منطقة الأشواع وتمكنت من السيطرة على جبل منارة في مقبنة. أعلن التحالف العربي تدمير زورق مفخخ تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف إن قواته دمرت زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر، وأوضح أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق المفخخ في من محافظة الحديدة غربي البلاد. وأضاف أنه تم تدمير 99 زورقا مفخخا هددت الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر. قررت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدن منع تصدير بعض أنواع الأسماك الطازجة إلى الخارج. وحدد القرار الصادر عن الوزير سالم السقطري تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه، حدد الأنواع الممنوعة تصديرها في التي شملت الثمد والجحش والباغة، موضحا أن اتخاذ هذا الإجراء أو القرار
جاء مراعاة لظروف الراهنة للبلاد وتخفيف الأعباء عن المواطن مع الاهتمام بوضع الصياد أو الصياد كمنتج أساسي وتغير نسب الإنتاج لما من شأنه تحقيق التوازن في السوق المحلية. ووجه القرار رؤساء هيئات المصائد السمكية في نطاق الاختصاص التنفيذ والمتابعة بموجب القرار مع تقييمه لمدة 3 أشهر من صدوره. أما الآن مشاهدين الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ختام الأخبار مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. صدور قرار رئيس الوزراء بحصر شراء وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية. طيران التحالف يستهدف مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في صنعاء ويعلن مقتل 243 من عناصر الميليشيا الحوثية في مأرب. القوات المشتركة تحقق تقدما ميدانيا بمديرية مقبنة غرب تعز وتسيطر على جبل منارة وعدد من السلاسل الجبلية. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. شكرا للمتابعة، هذه تحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.